يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة مدرسة للقرآن الكريم، هل يجوز لها إذا أتتها الدورة أن تأخذ المصحف وأن تمسه، وهل لها أن تقرأ القرآن وأن تراجع حفظها؟ نعم، امرأة مدرسة للقرآن الكريم، هل لها إذا أتتها الدورة الشهرية أن تأخذ المصحف وأن تمسه؟ الذي نعرفه أن المدرسة تعطى إجازة في الحيض وفي الولادة والنفاس، تعطى إجازة في هاتين الحالتين، هذا نظام وهو موافق للشرع أيضا. لا تمس المصحف مباشرة ولا تتلو القرآن وهي حائض أو نفاس. نعم.